لو انتي متخرجة وعايزة تفتكري الذي مضى أو ليكي في جو مسلسلات المدارس والجامعات والليلو ليلو اللي مش بنشوفها في الجامعات بتاعتنا، يبقى جاتي ملعبي النهاردة. بتبدأ حكايتنا سنة 2012 لما كانوا أبطالنا لسه كتاكيت صغيرين في ثانوي، وبنشوف زيزي ولورانج اللي بيتقابلوا تحت المطرة قدام محل الخضار لمدة كام ثانية كده ما نطقوش فيها كلمة، وبتستغرب زيزي إنه ما كانش بيجري وماشي تحت المطرة بكل هدوء، ودي كانت أول مرة يتقابلوا فيها وما كانوش يعرفوا إنها مش آخر مرة. تاني يوم بقى بتستعد زيزي لأول يوم ليها في مدرستها الإعدادي الجديدة، وبتروح المدرسة بالعجلة مع صاحبتها جية اللي بتقولها إنها عملت سيرش محترم عن المدرسة دي طول الليل علشان تضمن مستقبلهم العاطفي، تحت شعار واحد ليا وواحد لصاحبتي، وإن أشهر وأشطر اتنين في المدرسة هما لورانج وجوران. ففي وسط كلامهم كده بتقع محفظة زيزي على الأرض، فبياخدها لورانج اللي كان ماشي على طريقهم من غير ما يحسوا. ولما وصلوا المدرسة متأخرين، العيال بتوع الشرطة المدرسية وقفوهم يدوهم كلمتين كده من أول يوم، لحد ما دخل عليهم المتأخر الثالث وهو مبتسم للحياة قوي كأنه مش داخل يتهزق مثلا، وعرفوا من الاسم المكتوب على كتابه إنه لورانج الدحيح اللي كانوا بيتكلموا عنه ده، طبعا قبل ما يبوظ صورة الدحيحة في نظرهم، ده غير إن هم افتكروه معاهم في الفصل. ولما الدحيح بيرجع فصله بنعرف إن جوران صاحب لورانج، وإنه انتحل شخصية صاحبه علشان يلبسه، وشكل كده لورانج الحقيقي هو كمان وقفوه على الباب فكشفوا الحوار. ولما جوران سأله بتبصلي كده ليه، هو أنا عملت حاجة؟ قال له أنت هتستعبط يلا. وبعدها راحوا الاتنين لقسم الإذاعة علشان يقولوا محفظة ضايعة يا ولاد الحلال. وفي الفصل اللي جنبهم كانت صاحبتنا زيزي بتدور على محفظتها، وكانت مشكلتها إن حتى لو حد لقاها مش هيعرف يوصل ليها لأن اسمها على كارنيه المدرسة مش اسمها الحقيقي. وفي اللحظة دي سمعت المدرسة كلها صوت من الإذاعة بينادي على واحدة ضايعة منها محفظتها واسمها أجنبي، فقالوا خير هو احنا فين؟ في لندن. لحد ما بتطلع زيزي هي نفسها البنت دي، فبيتعمل عليها حفلة في الفصل لو انتي مفكرة نفسك فين حضرتك. فبتروح زيزي مع جيا يجيبوا المحفظة، وبيعرفوا ان اللي لقوها هم خيرة شباب الدفعة لورانج وجوران. فجيا قالت ده أكيد قدر ومش هنضيع القمرات دول من إيدينا، وراحت تنادي عليهم من فوق السطح. ولما الاتنين بصوا حصل اي كونتاكت كده رومانسي جدا بين زيزي ولورانج اللي هي كل ده فكرة جوران، وقالت لجيا انها قابلته قبل كده عند محل الخضار. وعلشان في اليوم ده اتأخر ناس كتير عن المدرسة، قررت الإدارة إنها تعاقب كل اللي متأخرين، هيقفوا مراقبة على التدريب العسكري اللي طالعاه المدرسة بكرة الصبح، وكان من ضمنهم بناتنا اللي رافعين راسنا من أول يوم زيزي وجيا. وطبعا لورانج بعد ما صاحبه الأنتيم باعه، بس يسعدني أقول لكم إن لورانج ردها له وعمل فيه نفس الحركة وانتحل شخصيته، وجوران هيشرف معاهم بكرة الصبح هما كمان. وتاني يوم وقفوا كلهم قدام الباصات، وكان في أماكن في باص فصل المتفوقين اللي هيطلع الأول، فجيا قالت لها واحنا مالنا فصل الدحيحة، خلينا مع الغلابة اللي زينا. بس زيزي كانت نبيهة وقالت فصل المتفوقين يعني جوران، وأنا هروح مكان ما الكراش يروح. وقعدت تتخيل نفسها راكبة جنبه في الباص. في الآخر فاقت زيزي من أحلام اليقظة دي ونفذت خطتها، والدنيا كانت مساعداها لدرجة إن الكراش بنفسه قام يساعدها وهي بتحط شنطها. ولما وصلوا لمكان التدريب اكتشف الضابط المسؤول إن جيا مخبية أكل في هدومها، فعاقبها إنها تنط 50 نطة. ولما شاف جوران بيضحك عليها قال له يلا يا أخويا معاها علشان تبقى تضحك كويس، وكان معسكر باين من أوله. وبعد كده وقفوا في الطابور اللي هيستلموا منه مفاتيح السكن بتاعهم، ولما لقت زيزي طابور طويل شوية قالت لصاحبتها إنها هتروح تجيب لها أي مرهم من العيادة علشان رجليها اللي شدت من كتر الجري، وسابتها تحكي للفصل كله عن قد إيه جوران ده مفيش منه، أما لورانج فلا صباح ولا مساء ولا كلمة كويسة أصلا. ولحسن الحظ جوران الحقيقي كان واقف واتبسط قوي وهم عمالين يطبلوا له. ولما راحت زيزي العيادة لقت فيها تكييف، فاستغلت وجوده ونامت ونسيت أصلا هي جت ليه. ولما صحيت كان لورانج موجود بس ما شافتهوش عشان كان في فصل بينهم، وفي التدريب الأكل والموبايلات كانوا ممنوعين، وده كان مخلي زيزي وجوران في موقف وحش قوي علشان كل واحد كان معاه موبايل مخبيه. ولما كان فاضل على زيزي تكة وتتكشف، ضحت جيا بالشوكولاتة بتاعتها علشان تلهي المفتشة. وفي نفس الوقت كان لورانج بيجري من المفتش بالموبايل اللي دبسه فيه جوران، ولقى زيزي قاعدة تحت السلم وبتكلم مندوب توصيل في الموبايل هي كمان، وبتقوله يسيب الأوردر بره البيت علشان أهلها لو عرفوا إن أوردر حاجات أنمي هتبات في الشارع. فضل لورانج وزيزي قاعدين تحت السلم مكسوفين ومتوترين، ومعرفتش تفتح مع الكراش أي موضوع من كتر ما هو خجول وهادي، لحد ما المفتش ساب المكان أول ما قالوا إن في حد أغمى عليه. والحد ده كان جوران بنفسه بكاش المسلسل، وطبعا مش محتاجة أقول لكم إنه بيمثل علشان المفتش ما يمسكش لورانج. هو صحيح بيدبسه في مصايب بس جدع برضه مش بيبيعه، لكن للأسف جوران طلع ممثل فاشل، والمفتش قال له لو جدع خليك عامل ميت كده، بس لو ما نضفتش المكان بكرة ابقى قابلني لو دخلت مسابقة الغنى. وهنا حس جوران إن كان يبقى أحسن لو اتولد فرخة، اما بنتنا زيزي فما بتحبش تضيع الوقت، وانتهزت فرصتها وهي راجعه مع لورانج على السكن وشكرته انه ساعدها تحط شنطتها في الباص. ولاحظ لورانج ان هي بتناديه ران، دلع جوران، فسالها ليه بتناديه كده، كان يقصد ليه بتناديه باسم صاحبه، بس هي قالت له بدلعك علشان ناخد على بعض، وعلى فكره انت ممكن تقول لي زوزو عادي. فيا حبيبي معرفش يوضح لها حاجه لانها كانت مدلوقه عليه. وبعد كده حبت زيزي تعمل نصحه وسالته عن علاقته بصاحبه لورانج، قال لها ان هم صحاب من يوم ما اتولدوا، فقالت له بس لورانج ده شكله واد بتاع مشاكل ومش مظبوط، انت متاكد انه صاحبك قوي يعني؟ فقال لها لاحظي ان كلامك جارح لان هو لورانج الحقيقي. وبعدين حبت تواجب معاه فقالت له هات موبايلك اخبيهولك عندي، كده كده التفتيش بسيط في اوضه البنات. فقال لها شكرا يا زيزي، وبس بقى من ساعتها مش دريانه بالدنيا وعامله فرح علشان طلع عارف اسمها. وتاني يوم في مسابقه الغنى محدش كان راضي يشترك وكلهم مكسوفين، بس اول ما زيزي شافت الكراش موجود قالت والله ما حد هيغني غيري، والاغنيه دي مخصوص علشان جوران. فطبعا كل الناس هيصت وطلبوا من جوران يقوم يغني معاها، وهنا كانت الصدمه وجوران ما طلعش جوران. ساعدها الحظ والدنيا مطرت وما بقتش مضطره تغني مع جوران الحقيقي، واللي استلمته جيه تحقيق علشان تعرف اصله وفصله لما وقفوا كلهم تحت التندة لحد ما المطر يقف، ومن الزحمه خبطت فيه غصب عنها فقال لها اكيد ده حب، راحت زقفه المطره علشان يبقى يستظرف كويس. وفي اوضه البنات فضلت زيزي تندب وتعيط علشان اكيد لورانج افتكرها عبيطه وهي عماله تناديه جوران كده، لا وكمان بتدلعه. فجيه قالت لها ان لورانج شكله عاقل ومتربي وهيفهمها مش زي صاحبه العبيط التاني، ونصحتها تتكلم معاه لما يجي ميعاد مراقبتهم كمان شويه وما تتوترش من وجود جوران معاهم وهي هتريحها منه خالص. بس ده ما كانش كفايه علشان يهدي بنتنا المنهاره، بالذات لما افتكرت لورانج تحت المطر لما قال لها الناس بتجري لما الدنيا تمطر يا غبيه. ايوه يا جماعه هي مسكت في الشتيمه وماشيه تقول على نفسها زيزي الغبيه عادي. ولما نزلوا لورديه المراقبه كانت الدنيا ضلمه جدا وزيزي خافت قوي، فجيه سابتها مكانها وراحت تدور على كشاف وقالت لها لو خايفه قوي يعني ممكن تروحي تقفي مع لورانج عند المكان اللي بيحرسه، وفعلا استغلت الفرصه وراحت. وكان ساعتها جوران راح يشوف كشاف هو كمان، وكانت ركبه بتخبط في بعضها من الخوف، وكالعاده ما عرفتش زيزي تفتح موضوع فعملت فيها فاتن حمامه وقالت له الجو حلو قوي النهارده، بس لقيت ده كمان ما جابش نتيجه فقررت تبقى دغري معاه واعتذرت له عن اللخبطه اللي حصلت، فهو كمان اعتذر لها انه قال عليها غبيه ورجع يسكت تاني. فجابت اخرها وقالت له ان اسلوبه معاها مش لطيف وان المفروض علاقه الزمايل تبقى احسن من كده، زمايل برضه. وجوه المبنى بنلاقي ان الفيلم الرعب اللي في خيال جوران اتحقق، وانه يا حبيبي اتحبس في الاوضه اللي كان بيدور فيها على كشاف، بس الحمد لله لقيته جيه وكان فاكر ان هي هتخرجه بسهوله. اما زيزي فاخيرا ربنا كرمها ولقيت حاجه تقولها وهي انها قلقانه على صاحبتها اللي دخلت المبنى وما طلعتش، فقالت له هروح اشوفها وسابته وقامت وهي مرعوبه من الضلمه. وفوق كانت جيه بتطلع على جوران كل اللي عمله فيهم وبتذله علشان تخرجه من الاوضه، فعلشان يحاول يقنعها تساعده دخلها من حتتها وقال لها احنا شكلنا كده مكتوبين لبعض وكل اللي بيحصل ده قدر. وبصراحه الولد ثبتها خالص، بس ما عرفتش تنادي حد يساعدهم علشان كان خايف يفضل لوحده، فما كانش قدامها حل غير انها تحاول تكسر الباب، وفعلا كسرته ووقعت عليه في مشهد رومانسي جميل مبتذل بنحبه عادي كلنا. وقامت بسرعه طبعا علشان هي والشكسوف قوي. وفي الغابه سمعت زيزي صوت فافتكرته شبح وفضلت تعيط وتقول له ارجوك ما تموتنيش، بس هو طلع لورانج عادي وقال لها انها جبانه قوي لان في الاخر الصوت طلع صوت قطه. وبعد كده قابلوا جيه وجوران ورجعوا يكملوا ورديتهم لحد ما جالهم صاحبهم فانج ومعاه اكل بدل ما هم واقفين متخشبين كده، فقعدوا بقى كلهم سوا وفضلوا الثلاث ولاد يتكلموا عن ذكريات طفولتهم لحد ما قال جوران ان اهل لورانج كانوا صعبين جدا وما كانوش عايزينه يعمل اي حاجه غير المذاكره، وبالعافيه لما كانوا بيرضوا يخرجوه معاهم. فلقيت زيزي ان القعده بقت كئيبه قوي وقالت بقى اما افتح لهم موضوع من مواضيعي، وقالت لهم القمر شكله حلو قوي النهارده يا ولاد بصوت فاتن حمامه برضه. وانتهى يومهم وهم بيجروا من المفتش اللي راح وما لقاهمش في مكانهم. وفي يوم قعدت الفصول كلها في الجنينه بالليل، وكان في ولد روش كده بجيتار اسمه شيان لمم البنات كلها حواليه مفكره تامر حسني، وده حسس جوران انه هياكل الجو منه، ويا سلام بقى لو عرف انه لفت نظر جيه هياخد منه الشهره والوجه الحسن كمان. بعدها بنرجع للمدرسه وبيبدا الترم الجديد، وبنلاقي مدرس الفصل اللي هو بالمناسبه خال لورانج بيدخل فصل زيزي وبيعرف بنفسه وبيقول ان اسمه مستر لين مدرس رياضيات وفرنساوي، عقبال ما يجيبوا مدرس الفرنساوي، وكان شكله راجل طيب جدا وارتاحوا له. بس طبعا زيزي مش مركزه في حاجه غير في لورانج وما كانتش عارفه تقرب منه ازاي، فجيه قالت لها عليكي وعلى جوران، هو صحيح عيل مستفز كده بس اكيد عارف عنه كل حاجه وهينفعنا. وفعلا بداوا ينفذوا اللي اتفقوا عليه، وحاولت جيه تجرجره في الكلام وسالته عن مواصفات فتاه احلامه، ما هي البنت برضه بتعمل لمستقبلها، بس هو استفزها كالعاده وقال عكس مواصفاتها تماما، فطنشته ودخلت في الموضوع وسالته بقى عن لورانج بيحب ايه وبيكره ايه، فقال لها كارتك محروق يا حلوه ومش انا اللي اطلع اسرار صحابي بره. قال يعني ناصح قوي. ولما جوران قابل لورانج حس بالفضول وساله عن مواصفات فتاة احلامه فعلا، فلورانج قال له اهم حاجه تبقى بتحبني ونشيطه وذكيه وشعرها بيلمع، وما جاش في دماغه خالص ان لورانج يقصد الكلبه بتاعته اصلا. ولما وصلت المواصفات دي لجيا وقالتها لزيزي افتكرته بيتكلم عليها اكمنها يعني نشيطه وذكيه واكيد بتحبه، فقررت تعمل خطه وتثبت له انها مناسبه لمواصفاته بالظبط مش مدلوقه شويه يعني. فضلت زيزي فعلا تحاول تلفت نظره وتعرفه هي قد ايه بتحب المذاكره والرياضه علشان العقل السليم في الجسم السليم طبعا، بس ما كانتش بتلاقي منه اي رد فعل لحد ما نجموا مع بعض الباص. وحاولت زيزي تجر معاه كلام وقالت له انها ذكيه ونشيطه وبره باهلها وان شعرها بيلمع، وهنا فهم ابننا النبيه انها سمعت مواصفاته وانه بيحاول يتشقط، فلقى ان مفيش احسن من الحقيقه ووراها صوره كلبته وقال لها هي دي حبيبتي. مسكينه زيزي ما كانتش عارفه تفرح انه ما طلعش مرتبط ولا تزعل انها افتكرت نفسها كلبه، وروحت بيتها تصيح لجيا عن كميه الغباء المهول اللي طلع منها طول الفتره اللي فاتت قصاد الواد. فجيا قالت لها سيناريو الياس ده لسه بدري عليه، وقومي اشتركي لك في اي نشاط من انشطه المدرسه دي وكده هتشوفيه وتصلحي صورتك قصاده، بس برضه ما كانش اكيد علشان ميس انشراح بتاعت الانجليزي كانت بتفكر تلغي الانشطه السنه دي رخامه كده بلا هدف، بس الحظ كان في صفهم والانشطه ما اتلغتش بشرط ان هم يجيبوا درجات عاليه، وكده بقى عندنا فرصه تصلح كل اللي بوظته. فقررت جيا تنضم لفريق التمثيل مع الواد الروش ابو الجيتار، واعترضت شويه لما عرفت ان زيزي عايزه تنضم للنشاط اللي هيشترك فيه لورانج علشان هي اساسا شايفه انه قفيل ومش بتاع انشطه، بس زيزي المحاميه بتاعته قالت لها ده ولد لطيف وظريف والحكايه كلها انه هادي شويه مش اكتر. وراحت البنتين يسالوا صحاب لورانج عن النشاط اللي هيشترك فيه، فقالوا لهم انه ساب لهم استمارته وان هم يختاروا له نشاط الباسكت زيهم. فزيزي قالت لهم لا انا صحتي ما تستحملش فرهده الباسكت، شوفوا نشاط اسهل وانا عينيا ليكوا. واتفقت معاهم ان هم يسجلوا في نشاط التمثيل مقابل انها تشتري لهم شاي بلبن على حسابها طول الترم، وكمان تديهم رقم اجمل بنت في المدرسه. وبعد الاتفاق وقفوا زيزي وجيا يشتروا حاجه من الكانتين اللي بتبيع فيه جده فانج، وحكت لهم عن بلاويه وهو صغير، وكمان قالت لهم ان الشله بتاعته دي في رايها ما فيهاش غير لورانج هو العدل اللي فيهم. فزيزي قالت لها بلس وان يا تيتا انا كمان شايفه كده. وفي اخر اليوم لزقت زيزي في لورانج وركبت معاه الباص، وفي نص الطريق لمحت واحد من الركاب بيتحرش ببنت ففضحته، بس هو اصر انه ما عملش حاجه وانه بريء زي كل امثاله يعني. فدعمها ابننا لورانج وقال له ان هو كمان شاف الراجل وطردوه من الباص، فالبنت شكرتها قالت لها ما تقوليش كده البنات لبعضيها. بعدها سالها لورانج هي ازاي ما خافتش واتكلمت، فقالت له انها كانت خايفه شويه بس وجوده جنبها طمنها وبالذات لما دعمها. فاتكسف وغلوش على الموضوع ونزلوا من الباص وكل واحد روح لبيته. وتاني يوم في فصل الدحيحه عرف لورانج ان صحابه اشتركوا له في فريق التمثيل مش في الباسكت، فبص لهم بصه مرعبه زي اي سايكو اصيل كده في مسلسل كوري، بس هم عارفينه قلبه قلب خصايه وهيعدلهم المقلب كالعاده. اما جوران فكان بيتكلم مع فانج وقال له ان الاكونت اللي اديتهوله جيا بتاع ملكه جمال الدفعه اكونت غريب جدا، البنت مسميه نفسها زهره الخريف المتفتحه وبتدرس في مدرسه الحياه، وحاطه صوره ورده وجو امهاتي خالص، بس خليني اقول ان شكه في محله وان جيا اديته اكونت مامتها، لا وكمان ما قبلتش الاب بتاعه. انا قلت برضه بنتنا محترمه ومش هتمشي توزع اكونتات الناس. وبمناسبة جيا بقى فهي كمان كانت قاعدة في فصلها بتحكي لزيزي عن المقلب اللي عملته في جوران، وكانت قاعدة تعمل نجوم من الورق علشان تديها لبتاع الجيتار ده اللي بتكراش عليه. ولما بدأت أول حصة في نشاط التمثيل افتكر جوران اللي واخد قلم في نفسه إنها هتموت عليه ومبسوطة بوجوده، فسابته الأوهام بتاعته وركزت مع زيزي اللي زعلت قوي أول ما جت بنت تانية قعدت جنب لورانج. وبعد كده ظهرت نتيجة امتحان الانجليزي وطلعت بنتنا زيزي الاولى على الدفعة، اسمها زيزي بقى علشان هي اشطر واحدة في الانجليزي وبيعاملوها كأنها متربية في حواري لندن وبتساعد الفصل كله في المذاكرة. احتفلت بنجاحها وبعدين راحت المكتبة علشان عرفت ان ورقة امتحانها اتسلمت للرنج بالغلط، وهناك لقيته تايه ومش عارف يحل اسئلة انجليزي عبيطة، فقالت له انه مش لازم يكون شاطر في كل حاجة زي ما هي مش شاطرة في الفيزياء ولا الكيمياء، وساعدته بنصايح تنفعه في مذاكرة الانجليزي. اما لورانج فسمع خبر وحش جدا بعد ما خرج من المكتبة وهو ان مامته في المدرسة، فجري على اوضة المدرسين يمكن يلحق مامته قبل ما تعرف درجته في الانجليزي، بس للاسف كانت ميس انشراح قامت بالواجب وقالت لها ابنك شاطر في كل المواد الا الانجليزي ويا ريت نشد عليه شوية. فمامته قالت لها ان يا ريته كان طلع زي اخوه الصغير اللي بيجيب بلس في كل المواد ورفع راس العيلة، وفضلت تقلل من لورانج وهو للاسف كان سامع كل ده. دخل عليهم الاوضه وسابتهم ميس انشراح سوا، فخد له من امه كلمتين وقالت له انها مش متوقعه منه يبقى في مستوى اخوه الصغير حتى، وراحت منكده عليه. ورغم قسوه امه الا ان زيزي كانت شايله همه، وقالت لجيا انه ضايع خالص في الانجليزي وصعبان عليها، وحست انها احرجته لما قالت له انه بطيء في الحل، وفي اخر اليوم راح لورانج الميسنج راح تشرح له جرامر مش فاهمه، بس هي كانت مستعجله وعندها اجتماع، فلقيت زيزي قدامها وطلبت منها تشرح له هي الاسئله اللي مش فاهمها وسابتهم ومشيت. وطبعا صاحبتنا ما صدقت وقعدوا الاتنين يذاكروا لوقت طويل جدا، وكان باين عليه انه فاهم منها وحل صح، وده لاحظه مستر لين اللي كان بيراقبهم اول ما دخل الاوضه، فاقترح على زيزي ان هي تذاكر له انجلش على طول، وهي طبعا وافقت على طول، بس ده كان محرج شويه ليه، فقالت له بص انت تذاكر لي ماس وانا هذاكر لك انجلش وتبقى خدمه بخدمه. وتاني يوم في الفصل سالتهم ميسن شرح على سؤال من اللي شرحته له زيزي، وقومته جاوب مخصوص، فجاوب صح، وحست ان زيزي طلعت اشطر منها في الشرح. اما زيزي فكانت طول اليوم بتلف حوالين لورانج وبتزن عليه علشان يوافق يخليها تذاكر له، وهو عنيد ومش راضي، لحد ما رجع بيته لقى مامته جايبه له مدرسه من اللي بياخدوا مليون جنيه في الحصه دول، وقعدت تقول له شكلك هتتعبني، شكلك مش شاطر زي اخوك، وكلام كده يجيب للوقت روما. فقال لها انه اساسا عنده مدرسه عايزه فعلا تساعده، وساب البيت وخرج. وهو بره بقى شاف زيزي قاعده بتاكل في محل، وقالت له ان الكهرباء في بيتها مقطوعه زي عندي يعني، المهم عشان كده يعني قالت له انها مش عارفه تطبخ وحاسه شكلها عبيط قوي وهي قاعده تاكل لوحدها، فطلبت منه يجي يقعد معاها، بس صاحبنا كان جعان هو كمان، فخلصوا هما الاتنين على الاكل، وبعدها اشترى ليها اكل تاني مقابل ان هي تذاكر له انجليزي. بعدها بدأوا اول يوم مذاكره، وما كانش احسن حاجه قوي بالنسبه لزيزي علشان حست لورانج رسمي جدا وهي ما حبتش ده، بس الجيات اكتر ومصير ويفك. وفي المدرسة اتجمعت الفصول في ملعب الباسكت علشان يتدربوا، وكان في بنت شكلها كده عينها من لورانج ومش طايقة زيزي بما انها مبحلقة فيه طول اليوم، فوقعتها في مشكلة مع دفعة اكبر منهم من غير ما تقصد، وجم شلة ولاد يتخانقوا على الكورة مع زيزي وجاية كمان، بس رجالتنا التلاتة حلوها بشياكة ولعبوا معاهم ماتش بدل ما يتخانقوا وكسبوهم وجابوا حق البنتين. ورغم كده لسه البنت اياها مقتنعة ان لورانج دخل في الحوار ده كله علشانها مش عشان زيزي، اوهام مراهقة بقى. اما جوران فهي حبة عيني خد صدمة عمره لما فهم ان جيا بتكرش على الولد الروش ابو جيتار، وانه كل ده عايم مع نفسه في مية البطيخ، وشكله كده خد الضربة بجد. وبعد كده قعدوا جوران وفانج مع جيا وفهموا منها حوار لخبطة الاسماء اللي حصل، وان هي وزيزي كل ده كانوا معجبين بلورانج، وطلع هو صفر على الشمال، بس جيا ما اهتمتش بكرامته اللي اتبعترت على الارض دي، وركزت على انه طلع صاحب الكراش الروش، ففتحت وصلة زن مستمرة علشان يقول لها معلومات عنه، شكله كده سلو في عيلتهم. وفي مرة قفشتهم جيا رايحين ياكلوا مع بعض، وشافت شان بيقول له لو عايز تجيب حد من صحابك هات، فنطت جيا في النص وشبتت تروح معاهم وقالت له انها صاحبه جوران الروح بالروح، وهددت جوران لو نطق كلمه هتقول للفصل كله على منظره المضحك وهو محبوس في الاوضه، يعني نقدر نقول انه وافق تحت تهديد السلاح. وفي اخر اليوم مروحتش زيزي مع لورانج علشان اضطرت تقعد تساعد ميس انشراح في شويه حاجات، وفضل لورانج خايف انها تتاخر بالذات ان الدنيا ليل وكمان مطرت فجاه، فساب الباص ونزل لها بشمسيته، وفعلا لقاها قاعده في كورنر مستنيه المطره تقف، ولما شافته قالت له انها لو كانت تعرف انه جاي لها بشمسيه كانت اتمنت الدنيا تمطر كل يوم. وتاني يوم الصبح جت زيزي المدرسه رايقه بسبب اللي حصل امبارح، واشترت لصحابها حاجات كتير من السوبر ماركت، وده كان مزعج لشله البنات الحربي اللي رخموا عليها في ملعب الباسكت، واللي بالمناسبه مع لورانج في نفس الفصل، وبالذات لما الليدر بتاعتهم جين شافتها خارجه من فصلهم علشان كانت بتسيب لورانج حاجات حلوه اشترتها له. ولما بدا الطلاب يتجمعوا في الفصل بتصرخ جين وتقول الحقوني اغيثوني، الفلوس اللي لميناها من الفصل اتسرقت، وجريت على ميس انشراح تقول لها ان في حد سرقهم. وبعد ما فكرت شويه قالت لها محدش كان في الفصل غير زيزي، وده خلاهم ينادوها ويتهموها ان هي خدت الفلوس، بالذات انها اتكسفت تقول هي كانت في الفصل مش فصلها ليه، بس بنتنا كانت جدعه وشجاعه وقالت لهم اللي يعرف يثبت عليا حاجه يتفضل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وكلام خارج من محكمه الجنايات كده. وبعيدا عن انها اقنعتهم، لكن بنلاقي ابننا البار لورانج داخل في نص الحوار وبيقول لهم انها راحت الفصل علشان تديله نوتس الانجليزي اللي بيذاكر منها، وانه كان مكسوف يقول انها بتذاكر له علشان برستيجه يعني، فصدقوها واعتذروا. ولما خرجوا الاتنين من المكتب لمها لورانج انها ما قالتش الحقيقه وريحت نفسها، وانه ما كانش فيها حاجه تقول انها بتذاكر له، وقال لها كمان انه مصدقها وواثق فيها، بس للاسف ده ما كانش كفايه لانهم برضو ما لقوش الفلوس، وكل الفصول بقت تقول ان زيزي هي اللي خدت الفلوس. ده طبعا ما عجبش جيا وقالت لها زي ما الحربيه التانيه بتتمسكن اتمسكني انت كمان واعملي زعلانه ومقهوره. وساعتها لورانج كان معدي من قدام فصلهم وشافها فافتكرها بتعيط بجد وفضل شايل همها. وفي اخر اليوم احبطت زيزي لما لقت جيا ما روحتش معاها وراحت تلعب مع صحاب تانيين، وحست ان الدنيا جايه عليها قوي، بالذات انها ما لقتش حل غير انها تروح تدور في باسكت الزباله بتاعه المدرسه يمكن تلاقي ظرف الفلوس. وهناك شافت مفاجاه ما توقعتهاش، وهي ان جيا ورجالتنا الثلاثه لورانج وجوران وفانج كانوا هناك من قبلها بيدوروا في الزباله علشان يثبتوا براءتها، وتاني يوم ضغطوا الولاد على جين وخلوها تدور على الفلوس تاني، وفعلا طلعت حطاها وسط الكتب بتاعتها وما كانتش واخده بالها، وطلب منها لورانج تعتذر لزيزي، وفعلا واجهتها في البريك وسط الجماهير الغفيره، بس اعتذار البنت كان سخيف جدا ومش من قلبها، فبنتنا زيزي كرامه ما قبلتهوش وقالت لها اعتذارك مرفوض، وطبعا لورانج كان واقف يطبل لها، وبعدها كانوا متجمعين سوا وعرف منها انها ما كانتش بتعيط بجد وكانت بتمثل، فانتهزت الفرصه وهم مروحين سوا وسالته لو زعلان من حركتها، فقال لها انه مش زعلان بس مش فاهم ليه ما عيطتش من الاول وخلصت نفسها. قالت له ان صاحب الحق عمره ما يعيط، قال لها هايل يا فنانه، وانبهر جدا بكلامها، وهي شكرته انه اجبر جين تعتذر لها وجاب لها حقها. وتاني يوم الشله كلها راحت الملاهي وقضوا يوم لطيف. وفي المدرسة أخيرا طلعت نتيجة امتحانات الشهر، وولادنا الشاطرين زيزي ولورانج جابوا درجات عالية في الإنجليش والماس، وشكل كده لورانج هيخلص من زن أمه. فرحوا الاتنين بعدها واستناها لورانج بالليل ومركبش الباص لحد ما تيجي علشان ما تروحش لوحدها، وهي على نيتها وفاكرة إن كل ده الباص متأخر، فانتهزت الفرصة وطلعت له دبدوب جابته له هدية بمناسبة نجاحه. وفي يوم الأجازة كانت زيزي راكبة عجلتها وبتغني والدنيا فل، لحد ما قابلت لورانج في الجنينة مع الكلبة بتاعته، بس شكل كده الكلبة غارت منها فهجمتها ووقعتها من على العجله واتعورت، بس ابننا علشان شهمه اصيل ركبها ورا العجله علشان يوديها المستشفى. ولما عرفت ان كلبته اسمها زوزو قالت له مش معقول الشبه اللي بيني وبين الكلبه، يعني ده حتى نفس اسم الدلع. وهنا فهم لورانج ان ربنا ما بيديش كل حاجه وانه مضطر يستحمل افكارها الغريبه اللي بتطلع فجاه. وفي المستشفى قابلوا بابا جوران بما انه دكتور في المستشفى، وعرفوا لورانج على زيزي، فقال له مستحيل جوران ابني يبقى عارف ناس هاديه وولاد حلال كده زيكم. ولسه عمه ما كملش الجمله دخلت عليهم جيا وهي بتصوت كأن زيزي جايه في حادثه عربيه مش عجله، قام قال لهم كده الصوره وضحت ودي فعلا هي اللي تنفع تبقى صاحبه ابني علشان مجنونه زيه، فقالت له الله يكرم اصلك يا حاج. سابوها لورانج وزيزي واقفه معاه وراحوا يعملوا اشعه لزيزي، فاستفردت هي بالراجل وطلبت منه يقول لها على طريقه او دواء علشان شعرها بيقع. وفي اللحظه دي كان وصل جيران المستشفى علشان يدي لبابا مفاتيح، فسمعهم وافتكر ان عندها مرض خطير وقاطعهم باتيتيود استاذ محمود ياسين، وقال لها ليه ما قلتليش ان ايامك في الدنيا معدوده وانك هتموتي في عز شبابك؟ فقالت له انت عبيط يا اسطى ولا ايه، وخدته من ايده ومشيت قبل ما يوقع ابوه في الكلام قدام زيزي ولورانج اللي كانوا رجعوا ساعتها. اما لورانج فروح زيزي لحد بيتها، وبعدين خبط عليها تاني ولقيته اشترى لها الاكل علشان كانت جعانه، وبعدين قال لها انه هيوصلها المدرسه ويرجعها بما ان يعني الغلطه غلطه كلبته، بس طبعا كلنا عارفين انه بيتلكك. وفضل يشيل لها الشنطه ويشتري لها اكل ويوصلها بالعجله من المدرسه للبيت، لحد ما في مره كانت زيزي بتتغدى مع اهلها وباباها قال لها انه هياخدها من المدرسه اليومين دول علشان رجليها، وانه كمان شاف ولد وبنت راكبين على عجله وايه يا رب تجيلي الفريده. قالت له طب استاذن انا يا بابا عشان انت لو عرفت مين البنت اللي شفتها دي هيقولوا اللي جابت جلطه لابوها اهي. وفي اليوم الرياضي في المدرسه كانت مسابقات الجري محمسه جدا، ووقفت زيزي تشجع مع فصلها زميلها الوسيم، ولما شافها لورانج تنح له شويتين كده وساب المكان، فراحت وراه وسالته حيران كده ليه متغير ليه انت غيران ولا ايه، بس ابننا انكر وتوه في الكلام لكن مش على زيزي يعني. وبعد كده كسب لورانج المركز الثاني وزيزي عملت له فرح، بس هو قال لها ان ده هيلا المركز الثاني، قالت له يكفيك شرف المنافسه وانا فخوره بيك، فادها الميداليه وقال لها اعتبريها ذكرى مني بما انها عجباكي. بس بعد كده زيزي رجعتها له وقالت له ان القيمه مش في الميداليه، قال لها امال ايه في صاحب الميداليه، فسابته وطلعت تجري وقالت له انا صغيره على الكلام ده. روحت البيت تصوت لجيه كالعاده اللي قالت لها ما دام سالك السؤال ده يبقى بيحبك يا مش معبرك ملهاش تالت وانتي وحظك بقى. وفي المدرسه بدا فريق التمثيل يختار مرشحه لعرض سندريلا، واقترحت جيه على زيزي انها ترشح نفسها يمكن تلاقي نفسها سندريلا فعلا، واكيد اكيد لورانج هيكون الامير. وفعلا عملت كده وفازت بالدور، ورغم ان جين الرخمه عملت اللالي علشان تحاول تاخد الدور بس دور الامير راح لشين الروش. وبعد كده شكرت زيزي لورانج انه صوت لها علشان تاخد الدور رغم انه انكر كتير، بس هي خلاص بقت بتقفشه وطلبت منه انه لما يفضى يساعدها في التدريب للمسرحيه، فشرط عليها تجيب درجه حلوه في الامتحان اللي هيعمله لها ولو ده حصل هيساعدها. وفعلا لما جه يوم الدرس بتاعهم خدوه في بيته علشان المكتبه كانت قافله، وهناك عرفت زيزي ان مستر لين يبقى خاله وانهم عايشين سوا، ولورانج بيسافر لاهله في الاجازات وبس. وكل ده فاجئها جدا، بس بلا ما كانش مشغول غير بتدريب المسرحيه، بالذات انها ما جابتش درجه حلوه في امتحان لورانج، بس هو ما قدرش يقاوم وقال لها انه موافق يساعدها مهما كانت درجتها. وتاني يوم اتجمعت الشله كلها عند فانج وقعدوا يتدربوا على المسرحيه، وكان يوم سعيد جدا في حياتهم. وفي المدرسه مستر لين شكر زيزي على مساعدتها لابن اخته في الانجليزي، وقال لها انه مستواه بقى احسن بكتير والفضل ليكي يا مس. وفي اخر اليوم اتحطت جيه في موقف لا تحسد عليه، اول ما زميلتها قالت لها ان جيبتها مقعه قالت لها هي ان شاء الله اوهام واللي في دماغي مش صح، بس للأسف كانت عارفة إنه صح، وفضلت واقفة واخدة جنبه ومش عارفة تروح فين وتيجي منين، لحد ما لقت جيران في وشها وطلبت منه يوصلها علشان تعبانة، وهو كمان حس إن في حاجة مش مظبوطة فقال لها تستنى مكانها، بس هو اتأخر وافتكرته جيا رايح يلعب كورة، فنزلت تمشي لوحدها والتوتر قتلها. وهي ماشية قابلت الكراش أبو جيتار وعرض عليها يوصلها بالعجلة، لما شاف حالها مش ولا بد، وطبعا صاحبتنا كانت طايرة من الفرحة وهي راكبة وراها العجلة وبتكتب أول سطر في قصة حبهم الوهمية. بس للأسف قصتهم ما انتهتش نهاية سعيدة، لأنه وقع واتعور وما قدرش يحضر عرض المسرحية، وبقوا ماشيين في المسرح مش لاقيين حد يعمل الدور، لحد ما اقترحت زيزي إن ابننا لورانج يعمله بما إنه حافظه صم، وإنتوا عارفينه طبعا ما بيرفضلهاش طلب، وبكده يكون حلمها اتحقق ومثلت السندريلا مع الأمير. وبعد العرض فضل جوران يتفرج على الفيديو اللي صوره للمسرحية، وقعد يضحك على جيا ويقول إن دمها خفيف، وبعدين حس بفراشات كده بترفرف حواليه، فقال ايه اللي انت بتعمله ده يا رمضان، ورجع لعقله. وتاني يوم لموا بعض كلهم وراحوا يزوروا شيان، فطلب من جيران ينقل حاجات من بيته، جيا تسكت ابدا، قالت له ابدا رجلي على رجلك، واتفقوا يروحوا سوا تاني يوم. وفعلا استناها جيران في الشارع، بس قابل العيال الرخمه بتوع خناقه الباسكت واتكتروا عليه وكانوا عايزين يجيبوا حقهم، ولكن على مين؟ ظهرت جيا فجاه وقالت لهم كلامكم معايا انا ودونت تاتش جيران، وضحكت عليهم وشدت جيران وطلعت تجري. بس حضرته ما كانش مركز في اي حاجه بتحصل لانه كان بيقع في الحب اسم الله عليه. اما لورانج فشاف خاله واقف مع امهات الحي، فقام مسلم عليهم وقال له انه رايح جنينه الاسماك، وفي اللحظه دي جت زيزي تستعجله، ففهم مستر لين الحكايه وقال له اتاخر يا حبيبي براحتك وروح البيت خليك راجل جنتل، وكمان كان هيديله فلوس، لا يعني الخال والد فعلا. وفي جنينة الأسماك اكتشفت زيزي مميزات تانية في لورانج، زي إنه شاطر جدا في التعامل مع الأطفال، لما قدر ياخد باله من طفل تايه وقالت هذا هو ذوقي وأنا شكلي كده اخترت صح، وفرحت جدا لما خدت هي ولورانج ميداليات شبه بعض هدية. بعد كده طلعت المدرسة مسابقة أوائل في مدينة تانية، وللأسف جيا وزيزي راحت عليهم نومة وما لحقوش القطر، فجم متأخرين بالأتوبيس، ولما وصلوا المحطة لقوا زينة شباب المسلسل لورانج وجيران واقفين مستنيينهم، لورانج في إيده أكل لزيزي وجيران في إيده جاكيت لجيا اللي كان متأكد إنها تكون بردانة، فقالوا يا دي الهنا اللي إحنا فيه. وفي الفندق كان حظ زيزي مش أحسن حاجة، علشان لقيت معاها في الأوضة بنت من مدرسة تانية اسمها نينج، عمالة تسألها عن لورانج وبتقول لها إنها كانت معاه في إعدادي وبنت مدرس الفيزياء بتاعه، وحست زيزي إن شكله كده مش موضوع بسيط، وغارت على لورانج وبصراحة حقها. بعدها كلمته وسألته عن البنت دي، وقال لها فعلا إنه قابلها كتير في مسابقات الأوائل وكانت دحيحة فيزياء، وبعدين البنت قعدت تدردش معاها شوية وفهمت إنها مش مجرد زميلة للورانج. وبعد المسابقة قابلوا نينج وباباها مستر الفيزياء، وقال لهم تاخدهم تفسحهم في المدينة وتوديهم الجبل، بس زيزي قالت إنها مش قادرة تطلع، وأساسا كانت بتتعصب كل ما تشوف نينج واقفة مع لورانج، فقالت مش هروح أحرق دمي وخلاص. بس اللي حصل إن هو كمان ما راحش وفضل قاعد معاها، وبعدها لفوا المدينة مع بعض لوحدهم وده خلاهم يقربوا أكتر. ولما رجعوا الفندق فضلت زيزي قاعدة مع جيا شوية يحكوا لبعض تفاصيل اليوم، وقالت لها جيا إن نينج شكلها بنت لطيفة وساعدتها كتير، بس برضه زيزي كانت لسه مقلقة منها، لحد ما جت ترجع أوضتها ولقيتها واقفة مع لورانج على الباب، وكانت هتفهم غلط لولا إنه لورانج قال لها إنه كان جاي يسأل عليها لما ما ردتش على رسالته. والبنت كانت حلوة وخفيفة وسابتهم ومشيت، وحست زيزي إنها كانت ظلماها وإنها مش من الأعداء يعني ولا حاجة. وبعد شويه في الاوضه لاحظت نينج ان زيزي ولورانج معاهم نفس الميداليه، فافتكرت في حاجه بينهم، وزيزي بنتنا فاشله في كتم مشاعرها، فكان باين على وشها من غير ما تتكلم. راحت نينج قالت لها الله يعينك يا حبيبتي، ده لورانج ده واد هادي وما بيطلعلوش صوت وهتتعبي معاه، بس جود لك يعني. وقضوا اليوم نم عليه لحد ما شرق، وفي نهايه الرحله وهما ماشيين نصحتها انه لو فضل ساكت وما نطقش اتكلمي انتي وما يجيبها لستاتها. وفي يوم لما رجعوا المدرسة كانوا قاعدين بياكلوا قدام كانتين جدة فانج، ووقتها كان في اتنين بيتبلوا عليها ويقولوا ان الاكل بايظ، وكان شكلهم بلطجية والبعد عنهم مكسب، بس فانج قام وخدهم بعيد، وباقي الشلة افتكروه خايف منهم وقلقوا لا يضربوه، اكمن يعني فانج شكله فرفور سيكا. بس الحقيقة بقى ان فانج علمهم الادب، ولكن لما صحابه وصلوا حب ما يوريهمش الجزء ده منه، وخلى جيران يعيش في الدور وقال يعني هو اللي زعق للبلطجية. ولما بيرجع فانج بيته بنعرف من جدته انه كان بتاع مشاكل، وكل يوم يرجع البيت متخانق ومضروب، وشكل كده كان عنده مشاكل كتير، بس ربنا هداه علشان خاطر جدته الغلبانه، وبقى عنده شله جامده بتحبه وتدافع عنه. ولكن واضح كده ان الحياه مصره ترجعه لايام البلطجه، علشان الناس اللي اتخانق معاهم رجعوا تاني، ومعاهم واحد تاني يجيب لهم حقهم، وهددوا فانج بجدته فراح مديهم العلقه التمام. وفي الوقت ده بقى الشله كانوا معديين، واكيد مش هيسيبوا صاحبهم يضرب لوحده، فقاموا مشمرين وداخلين في الخناقه هما كمان. وبعد الخناقه حكى لهم فانج عن ماضيه وحكايته مع البلطجه، وانه لولا جدته كان زمان مستقبله كله ضاع، وهم قالوا له ان هم فخورين بيه وانه ما سابش نفسه يضيع وقرر يبقى انسان كويس. وفي اخر اليوم بيتمشى لورانج وزيزي لحد البيت، وبتقول له زيزي انه هيوحشها طول شهر الاجازه لانه راجع لمدينه اهله، فوعدها انه هيرد على رسايلها وهيتكلموا كتير علشان ما تحسش بالوقت. وبعدين كانت راس السنه على الابواب وكل ابطالنا مشغولين بتنظيف البيت مع عيلتهم، الا لورانج البائس اللي امه ركناه على الرف ومقضيها هزار مع اخوه الصغير، وهو يا حبيبي وشه في وش الكتب. بس هو سمع بنصيحه زيزي وراح عمل حاجات بيحبها مع كلبته وما سمحش للنكد يدخل حياته. اما زيزي ففرحت جدا لما عرفت ان هما رايحين يقضوا الاجازه مع جده ابوها اللي عمرها ما سمعت عنها، علشان يشاء القدر انها تطلع عايشه في نفس مدينه اهل لورانج. فما خدتش لحظه تفكر وقامت تحضر شنطتها كانها بتصيف. وتاني يوم لورانج كان متحمس جدا يقابل زيزي، لولا انه ورطوه في قعده طنطات وهاروم مقارنه باخوه وانت يا حبيبي ادبي ولا علمي وكلام من ده كتير. وحاول اخوه يدافع عنه على قد ما يقدر وخلع لورانج وساب لهم البيت على امل يقابل زيزي بالليل، بس خطه القدر كانت اسرع منه وقابلها في السوبر ماركت بالبيجامه وهي مع ابن عمتها اللمد واللي حكاله عن طفولتها المشرده. بس لما عرف ان هو جامد في الماس استغله وقال له لا بقى ده انت تيجي تساعدني في الواجب، وهو اساسا كان عايز يطفش من اهله، فقال له ماله يا حبيبي ومشي معاهم لحد البيت. بس علشان الناس حشريه ومحدش بيسيب حد في حاله، كان الجيران لحقوا اتصلوا باهل زيزي وقالوا لهم الحقوا دي بنتكم راجعه وفي ايديها راجل وشرف العيله راح يا رجاله. فاستعد ابو زيزي بالعصايه علشان يغسل عاره بايده، لحد ما في الاخر لقاه ولد كتكوت اخره يقول صباح الخير. ولما عرف ان هو اللي ساعد زيزي في المذاكره رحب بيه جدا، ده غير امها اللي اعتبرته خلاص جوز بنتها وكمان مسكت فيه يتعشى معاهم، ما خلاص بقوا اهل بقى. وبعد العشاء خرجوا يتمشوا سوا، واعتذرت له زيزي لو يعني اهلها كانوا عملوا دوشه اكمنهم رغايين، فقال لها تعالي شوفي الكابه اللي عندنا في البيت وهتعرفي قيمه اهلك كويس. فحست انها عايزه تكرمش له 50 جنيه في جيبه من كتر ما صعب عليها، وقالت له يكلمها في اي وقت وهي هتسمعه. اما باقي الشله فهم كانوا استقبلوا السنه الجديده مع اللي بيحبوهم. فانجا كان مبسوط مع جدته، والجيران كلم جيه تونسه في وحدته بعد ما اهله انشغلوا بشغلهم. وتاني يوم راحت جيه مع باباها يزوروا الدكتور اللي بيعالج جدتها، وكانت بتكلم جيران طول الطريق تشتكي له انها رايحه بالعافيه وان باباها جايبها مخصوص علشان تشيل طبق الفاكهه التقيل، وان يا ريته كان دخل بايده فاضيه احسن. بس الاتنين ما كانوش عارفين انهم هيتقابلوا في خلال ثواني، اول ما يفتح الباب ويطلع بابا هو الدكتور. دخلت جايه مع جيران اوضته علشان كلام اهاليهم بره وممل، واول ما شافها بتقرب على الكمبيوتر بتاعه غمى عينيها وشال صورتها اللي ظاهره اول حاجه على الديسكتوب قبل ما تشوفها وتجيبه من قفاه. بس بنتنا ما شاء الله عليها دماغها راحت لبعيد قوي وافتكرته يعني بيشوف حاجات مش قد كده، فقال لها لا استوب عندك الاوضه دي طاهره وهتفضل طول عمرها طاهره. وقضوا اليوم مع بعض بس طبعا ما بطلوش خناق. ولما الترم الجديد بدأ كان وقتها الانفلونزا منتشرة والصين كلها ماشية تعطس وتكح، والمدرسة كانت قلبة على مستوصف الشفاء الخيري لدرجة إن أهل جيران الدكاترة سافروا يتطوعوا في مدينة تانية فيها مرضى كتير وسابوه لوحده وحيد شريد بيكلم الحيطان، إنما قدام صحابه كان بيغني أمي مسافرة وهعمل حفلة عادي. بس بالليل معرفش فانجي يوصل له بأي طريقة وقلق عليه جدا، فاتصل بجيه علشان ساكنة جنبه وقال لها تسبقه على هناك لا يكون جرى له حاجة. وفعلا لما راحت لقيته سخن مولع ومش دريان بالدنيا، وبنتنا علشان أصيلة قعدت تعمل له كمادات لحد ما حرارته نزلت شوية وصحي، وقعدوا هما الاتنين متنحين لبعض شوية حلوين لحد ما وصل فانج وقال له يجي يقعد عنده لحد ما أهله يرجعوا من السفر. بس جيران محبش يتقل عليه وعلى جدته فكان رافض، بس أول ما عرف إن تيتا عاملة لحمة قام جري يحضر شنطته. وراحت جايه معاهم لهناك، وبعد شويه ما لقيتش جيران معاهم في الاوضه، فطلعت تشوفه على السطح وكان لسه مخلص مكالمه مع مامته وبين عليه انه حزين. ولما سالته مالك قال لها انه حاسس نفسه مش مهم عند اهله وان عمرهم ما فكروا يهتموا بيه، وان الغريبه لاحظت انه مش مظبوط وامه لا. قالت له يا جدع عيب عليك هو انا غريبه. وبكده نكون بدانا فصل جديد في حكايه جيران وجيه، ما فيهوش خناقات ولا شد شعور. اما لورانج فراح يعمل الواجب ويزور صاحبه العيان في بيت فانج وجاب معاه بروتوكول البرد، وبعد شويه بعت لزيزي بالمره من باب الوقايه يعني قد ايه هو رومانسي فعلا ربنا يحميه. اما جيران بقى فمسك في لورانج يبات معاهم، وواضح كده ان بيت تيتا بقى بنسيون للشله، بس كان فرحان جدا علشان دي كانت اول مره ينام فيها جنب حد طول حياته، ولقى شعور جميل وحس بالامان. وبعدين جات له مكالمه من مامته بتقول له فيها ان هم سيطروا على المرض والناس خفت وبقوا عال العال، وان هي وباباه راجعين علشان مش قادرين يبعدوا عنه اكتر من كده. وهنا فهم جيران ان اهله مش مهملين، هم بيحبوه بطريقتهم وهو لازم يقدر الحاجات العظيمه اللي بيعملوها علشان الناس ويفتخر بيهم. وفي المدرسة كانوا عاملين ندوة اختيارية عن علم النفس، وجوران ما كانش عايز يحضرها لأنه شايفها مملة، بس أول ما عرف إن جاية هناك وكمان حاجزة ليهم كراسي حس إن الدنيا جت عليه قوي الأيام اللي فاتت ونفسيته مش مظبوطة ومحتاج الندوة فعلا. وراحوا فعلا الندوة اللي سمعوا فيها كلام عن حب المراهقة وإن في ناس بتظهر حبها وناس مش بتعترف بيه أبدا، وفضلوا يتناقروا كلهم في الموضوع لما راحوا السوبر ماركت بعد الندوة. وهناك لقى جوران إن جاية خلصت فلوسها ومعهاش فلوس تجيب حاجات حلوة، فاشترى لهم كلهم على حسابه لأنه كريم جدا مش عشانها ولا حاجة يعني. وفضل طول اليوم يجيب في سيرتها وصحابه لاحظوا انها رايحه منه على الاخر. وفي اخر اليوم وهم مروحين ما لقاش جايه معاهم، فسال زيزي عنها وقالت له انها مش هتروح معاهم علشان رايحه تدي حاجه لشيان ابو جيتار كراشها الاول والاخير، وطبعا ابننا جوران ما يهونش عليه سيبها تروح لوحدها بالليل. فطلع لها الفصل ولقاها بتتسحب زي الحراميه وفي ايدها الهديه اللي صرفت عليها فلوسها كلها وماشيه تقول 5 جنيه محسنين. ولما شافته اتخضت وقالت له انها جت تحط لشيان هديه على الديسك بتاعه وانها مش كاتبه اسمها علشان هي مش فارق معاها، يعرف انها عايشه اصلا. المهم الحب يا امير. والحمد لله قبل ما جوران يجيله شلل نصفي من الكرنج ده دخلوا بنتين الفصل، فاضطروا هو وهي يستخبوا ورا الديسك لحد ما يمشوا. وصاحبنا كان مبسوط قوي بالزنقه دي وانه قريب منها وانها ماسكه فيه من كتر الخوف وحس بالامان في وجوده. وبعد ده كله في الاخر بتعامله معامله ابن اختها مش اخوها حتى. وقبل ما يمشوا من الفصل شافت جايه ورقه بتقول ان شيان حبيب القلب مسافر يدرس في بلاد بره وسايب لهم الصين باللي فيها. فرجعت بيتها تعيط على قصه حب فشلت. لا فشلت ايه، دي ما بداتش اصلا. وتاني يوم كانت المدرسه كلها عرفت ان شيان ابو جيتار مسافر، وساعتها قررت جايه تديله الهديه فيس تو فيس يكش يحس على دمه ويحبها وبعدين بقى يحلها حلال. المهم انها ما تخليش حاجه في نفسها وتقول اللي في قلبها، اصرار تحترم عليه. بس هو بصراحه كده اصرار يودي في داهيه، علشان الانسه راحت كتبت له جواب غرامي وفرجته لزيزي، بس لما لقوا فنج داخل عليهم يلم الواجب اتوتروا وحطوا الجواب جوه واجب زيزي وبعتوه على اوضه المدرسين. ومعاكي ربنا بقى يا زيزي. حاولوا يحلوا الكارثه دي ويروحوا ياخدوا الجواب من بين الواجب ولكن فشلوا، ووقع الجواب في ايد جين الرخمه واللي كان واقف جنبها لورانج. فقرت الجواب بعلو صوتها كده لزوم الفضيحه يعني، راح خدوا منها لورانج وقال لها ما تبقيش حربايه بقى ودي خصوصيات ناس، فاتقمصت ومشيت. وبعدها جت زيزي وخدت الجواب وانقذت الموقف، بس ما كانتش تعرف ان لورانج شافه. وفي حوش المدرسه شله الولاد شافوا زيزي وجايه واقفين مع ولد من فريق الجيتار، ففهم لورانج ان الجواب ده كان مبعوت لشيان مش مبعوت له هو. وشكل كده الصدمه كانت تقيله عليه سيكا، بالذات لما البنات رجعوا يقفوا معاهم ومرضيش يحكوا لهم اي حاجه عن الولد اللي كانوا واقفين معاه. فضل لورانج يعامل زيزي ببرود ورخامه طول اليوم لحد ما فاض بيها، وفهمت كده انه اكيد شاف الجواب. فواجهته وقالت له انه كان لازم يركز ان الخط اللي في الجواب مش خط ايديها بعد كل الدروس اللي خدوها سوا دي، بس علشان هي طيبه وبنت حلال هتعديها له. وكانت طايره من الفرحه علشان غيران عليها. اما جايه فحاولت تاني يوم تتكلم مع شيان يمكن ينطق ولا يفهم انها معجبه بيه، فلقيته بيديها تذكره لحفله هو عاملها وافتكرت نفسها مميزه ومفيش منها اتنين، لحد ما عرفت انه عازم نص المدرسه فاحبطت شويتين قبل ما تقرر تقوم وتعافر تاني وتختار كمان تلبس ايه في الحفله يمكن تخطف قلبه وهو على باب الطياره وما يسافرش مثلا. وفعلا ما لقيتش حد فاضي يروح معاها تجيب جزمه جديده غير جوران، فراح معاها وهو عارف انها بتشتريها بس عشان الحفله، بس كان كل همه انها تكون مبسوطه وفرح اكتر لما شكرته. ولما راحوا الحفله سالها جوران هي ليه بتحبه قوي كده، فقعدت تقول اشعار في شيان وانه ساعدها لما اتزنقت في المدرسه وروحها البيت بعجلته. في الوقت اللي جوران فيه سابها وراح يلعب مع صحابه، بس اللي هي ما تعرفهوش ان هو كمان كان بيحاول يساعدها بطريقته، بس على ما رجع كانت مشيت وما تخلاش عنها ولا حاجه. ورغم غيرته وكسره قلبه دي بس ما ترددش ثانيه يخليها تكلم شيان وتديله الجواب. وفضل يا حبيبي واقف يسمعهم من بعيد واستاذ سامر عاشور بيغني في الخلفيه لحد ما سمعه بيقول لها انت بتفكريني باختي وان شاء الله تلاقي ابن الحلال. قالت له طب حس كده هات الجواب بقى علشان مش ناقصه فضايح. ومشيت لوحدها في الشارع مش عارفه تعيط على خيبتها ولا على كعب جزمتها اللي بيوجعها اصلا. بس فجاه لقت جوران قدامها وبيديها شبشب مريح وبيقول لها يا اختي الرجاله ما يتعيطش عليها وانتي 1000 واحد يتمناكي ومفيش واحد يستاهل تلبسي جزمه مش مريحه علشانه، كده كده كله بيتقابل في محكمه الاسره. ورغم ان هي اقتنعت بكلامه بس كان لسه عندها امل ان يجي يوم وشيان يحبها، الحب اعمى بقى. وفي المطار راحوا كلهم يودعوا شيان اللي انتهز الفرصه وحكى عن طفولته مع جوران وانه كان بيديله العابه اللي مش محتاجها بس، وقام باصص على جايه كده وقال ان جوران بيتمسك بالحاجات اللي بيحبها. يعني ما شاء الله خلق الله كلهم واخدين بالهم انه وقع الا هي، صحصحي معانا كده عايزين نخلص. وبعد ما خلصوا سلامات رجعوا جري على المدرسه علشان النتيجه طلعت، ولقوا ان كلهم نجحوا ولورانج لسه بيتحسن في الانجليزي، واحتفالا بالنتيجه قالوا يطلعوا رحله سوا. بس امه التوكسيك اصرت انه يقعد في البيت يذاكر بلا رحلات بلا كلام فارغ، لحد ما اقنعها خاله تسيب الواد شويه في حاله. وفعلا راحوا الرحله وفضلت كل حاجه ماشيه تمام لحد ما جيه ضيعت محفظتها وكان فيها فلوسها وفلوس جيران وفنج كمان، وما بقاش قدامهم غير ان هم يعيشوا عائله على زيزي ولورانج لحد ما لقوا مهرجان هيتعمل في المدينه، فقرروا يساهموا في تنظيمه، منها يتبسطوا ومنها يطلع لهم شويه فلوس بدل اللي ضاعت يعني. وبسبب كده تاهت زيزي وهي رايحه تجيب حاجه خاصه بالتنظيم ولقيت نفسها اتحبست في المبنى في الوقت اللي البطل كان بيدور عليها فيها، ولما لقاها كانت خايفه جدا لانها سمعت صوت مخيف ما تعرفش جاي منين، فحضنته من خوفها، وانتوا عارفين يعني ابننا بيتكسف، فما كانش على بعضه لحد ما هو كمان سمع الصوت وطلع صوت موبايل واحد كان ناسيه. وزيزي كالعاده عملت من الحبه قبه، وبالليل وسط اجواء الليل وسماء ونجومه وقمره قعدت زيزي مع لورانج ياكلوا ايس كريم، وكانت لسه امه منكده عليه في التليفون ومقارناه باخوه للمره المليون، فزيزي قالت له انه هيفضل دايما مميز وهتفضل شايفاه افضل من اخوه مهما حصل. اما جيه فكانت بتلعب كوتشينه مع جيران وفانج، وساعتها بعت شيان رساله لجيران قرت جيه معاه اول سطر فيها وبعدين قفل الموبايل لان الرساله بتقول ان شيان اخيرا قابل فتاه احلامه، ففهمت جيه ان خلاص مفيش امل وسابت القعده بشياكه وقامت. بعد كده قابلتها زيزي في الطرقه وطلعوا سوا السطح، وقعدت تقول لها ان خلاص ما بقاش في شيان وشكلي كده هفضل زي اخته طول العمر. وقتها شافهم فانج ونزل قال لجيران ان جيه عماله تعيط على السطح ومنه لله الحب. وفي المهرجان اتبسطوا كلهم وقعدوا يرقصوا ويهيصوا لحد ما الزحمه زقت زيزي على لورانج وايديهم خبطت في بعض، لوهله حست زيزي انه يمسك ايديها مثلا بعد نظرات كتير قوي، بس طبعا هم لسه صغيرين على الكلام ده وهيقضوها نظرات وبس. وفي نص الحفله طلع له انه يغني، وطلع غنى على المسرح علشان خاطر عيون زيزي مع انه كان متردد ومكسوف، بس طلع يجي منه شويه. وبعدها راحوا البحر وقالوا ان الصيف ده احلى صيف قضوه في حياتهم رغم الحر والتلزيق، وان هم هيجوا البحر سوا كل صيف طول السنين الجايه. واول ما بدا الترم الجديد بعت لهم شيان ابو جيتار هدايا من بلاد بره، وراحوا مع جيران يستلموها هم الخمسه، بس للاسف جيه ما كانش ليها هديه وافتكروا انه حصل لخبطه او الهديه ضاعت. فلما روح جيران بيته بعت له وساله عن هديه جيه، فشكل كده شيان كان نسيها اصلا وحاول يلم الموضوع وقال له انه معرفش يجيب لها ايه، وطلب منه يختار معاه هديه، بس الجيش قال لك اتصرف، وجيران راح يجيب لها هديه بنفسه وكانها يعني من شيان. فرحت جيه بالهديه جدا، بس فرحتها ما استمرتش كتير عشان لما راحت مع فانجي ذاكروا مع جيران شافت في اوضته رسايله مع شيان على الكمبيوتر، وفهمت انه ما جابلهاش هديه ولا حاجه، وانه جيران هو اللي جاب لها ساعه هديه علشان يطيب خاطرها، وده خلاها تعتز بيها وتلبسها طول الوقت وتقول ان صديق عزيز جابها لها، وطبعا ما قالتلوش انها كشفت خطته. اما زيزي ولورانج فكانوا بيذاكروا في اوضه الموسيقى لوحدهم، وفجاه النور قطع زي برضه، فولع لورانج شمعه وغالبا كده الشمعه عملت جو شاعري، وقعدوا يتكلموا عن مفهوم الحب ومع السلامه بقى يا مذاكره. وتاني يوم لما راحوا المدرسه لقوا فيه قواعد جديده، وان هم منعوا البنات والولاد يقعدوا جنب بعض علشان المدير قفش ولد وبنت في الجنينه ماسكين ايدين بعض، واحنا مدرسه محافظه والكلام ده ما ينفعناش. ووسط الحوارات دي كلها جن الرخمه استغلت الموقف وبعتت للاداره صوره زيزي ولورانج وهم بيذاكروا سوا في اوضه الموسيقى، فنادوهم في اوضه المدرسين وادوهم كلمتين من نوعيه ما يصحش وانت ولد وهي بنت والكلام اللي كلنا حافظينه ده، بس ولادنا دافعوا عن نفسهم وما سمحوش لحد يهينهم او يغلط فيهم. وبسبب اللي حصل جت مامة لورانج وقالت انها هتنقله من المدرسه وترجعه معاها بلدهم لحد الجامعه، بس لورانج رفض واتكلم مع خاله وطلب منه يساعده يفضل في مدرسته، بس خاله قال له انه كده كده لازم يمتحن امتحان الثانويه العامه في مدينته وان دي القوانين، والا هيحتاج يعمل ورقه من اول وجديد لو عايز يمتحن هنا. وبيطبق مستر لين مقوله الخال والد لتاني مره وبيقول له انه هيساعده يلاقي حل الموضوع ده كله. وتاني يوم سمعت زيزي ولاد من فصل لورانج بيقولوا انها بتجري وراه واكيد مكرهاه في عيشته ومأثره على مذاكرته، وده طبعا خلاها تفكر هل تصرفاتها معاه ممكن فعلا يعتبرها لازقه ويكون مش طايقها، علشان كده حاولت زيزي طول اليوم لحد وهم مروحين تفتح معاه اي مواضيع حتى لو كانت تافهه، بس هو يا عيني كان شايل هم نقل المدرسه ومش عارف يقول لصحابه ازاي انه مش هيكمل السنه معاهم، فما كانش في المود يعني وقال لها تسكت وتبطل رغي. فحست فعلا ان الولاد كلامهم كان صح وانها لازقه ومزعجه، ففضلت تتجنب لورانج في المدرسه والباص وما تزعجوش حتى، وكانت زعلانه لدرجه ان الجيلي اللي بتحبه ما كانش كفايه علشان يخفف عنها. وفي المدرسه بتوصل اخبار نقل لورانج للشله، بس زيزي ما كانتش معاهم، فتوقعت جيا انه عرفت قبلهم وعلشان كده بقالها كام يوم زعلانه، فراحت لها تواسيها وقالت لها ده كلها ساعتين بالباص وتكوني قدامه، فمفيش داعي يعني حوارنا له ده يضايقك. وساعتها عرفت زيزي بالحوار وافتكرت نفسها اخر من يعلم، واستنته في الشارع وهو مروح وواجهته بكل شجاعه وقالت له انها كانت فاكره نفسها ليها قيمه عنده وانهم صحاب، وما كانش صح ابدا يخبي عنها حاجه زي دي، وشكل الناس اللي قالوا عنها مزعجه عندهم حق. طبعا انتوا مستنيين ويردوا وبتاع، لا يا جماعه هي قالت الكلمتين وطلعت تجري، وهو يا حبيبي واقف يستوعب حصل ايه اصلا لكل ده. فضلت زيزي بقى بعدها لا بتمشي مع صحابها ولا بتقعد معاهم، ومحدش فاهم هي قلبه على الرنج ليه، لحد ما شافوا ولد من بره مدرستهم بياخدها بعد المدرسه، وقعدوا يقولوا مين ده اللي جاي ياخد بنتنا من وسطنا كده ويمشي، وافتكروه من ضمن شله ولاد المدارس التانيه اللي بيقفوا يستنوا البنات بره ويقلقوا منه. وبعد المدرسه خدت زيزي الولد وراحوا ياكلوا سوا، وسالته اذا كان قال له صحابه انه هيسيب المدرسه لما جه قابلها ولا لا، فقال لها انه قال لهم كلهم الا بنت مزعجه كانت على طول في ديله وخاف يقول لها علشان ما تنطلوش في الاجازات، فوضحت لها الرؤيه اكتر واكتر، واتاكدت خلاص انها عامله لورانج ازعاج ومبوظه حياته. وفي نص القعده كده شافها لورانج وهو معدي وكانت واخده راحتها مع الولد شويه وقاعدين يهزروا ويضربوا بعض بلا هدف، راحت حشر وقال لها يلا هروحك، وغيرته كانت باينه زي الشمس، بس زيزي رفضت وقالت له مش عايزه اكون مزعجه، وخدت الولد في ايديها ومشيت. وهما في الطريق سالها عن لورانج فقالت له انه مجرد زميل، قال لها لا يا روحي انا قديم وخبره ودي مش نظرات زميل ابدا، ولو مش ملاحظاها البسي نضاره. وتاني يوم بيعرفوا كلهم من جيا ان الولد ده ابن عم زيزي وجاي زياره علشان هينقل مدرستهم، وفرح لورانج لما عرف انه قريبها وارتاح انه ملوش منافس وانه مش بطل تاني في الحكايه، وعلشان كده استناها لما نزلت من الباص واعتذر لها انه ما قالهاش عن موضوع النقل وانها مش مزعجه ولا حاجه، هو بس ما كانش عارف يجيبها لها ازاي وانها من اعز صحابه، وده يقول لنا ان الانسان غلبان وبيترضى بكلمتين، ولورانج وزيزي فاهمين الحياه صح. ولما رجع لورانج بيته اتفاجئ ان اخوه هيقعد معاه كام يوم علشان هيحضر حصص في مدرسته، وكده الاتنين بقوا مشرفين عند خالهم محتضن العيله، بس طبعا اهل لورانج ما سابوهوش في حاله وقعدوا يقارنوا بينه وبين اخوه، وده كمان ما كانش مريح لاخوه حتى. وتاني يوم كانت المدرسه عرفت عن الولد الدحيح اللي نط سنتين دراسه من كتر شطارته، والبنات حسوا انه شبه لورانج قوي فما كانوش فاهمين ازاي، لحد ما عرفوا انه اخوه الصغير ولاحظوا ان هو واخوه مش بيتعاملوا في المدرسه. وفي البيت حاول اخوه يقرب منه كتير بس لورانج فضل يصده لحد ما صعب عليه ووافق يلعب معاه بلاي ستيشن، وكانوا مبسوطين لحد ما اهلهم جم، وامه اول حاجه قالتها ان لورانج بوظ ابنها الشاطر وعطله عن المذاكره، فاخوه دفع عنه وقال لمامته وباباه يبطلوا يعاملوا لورانج بالاسلوب ده ويظلموه وان هو اللي اتحايل عليه يلعب معاه. وبعد كده انشغل لورانج في المذاكره والوقت سرقه لحد ما لقاش اخوه في البيت، وكلهم قعدوا يدوروا عليه في الشوارع وفي كل حته ما حدش عارف عنه حاجه، وطبعا امه لمته وقالت له انت السبب في اللي حصل لاخوك وكان المفروض تاخد بالك منه، قال يعني هو بيبي عنده 5 سنين. المهم يعني وهو بيدور عليه قابل زيزي في الشارع وراحت هي كمان تدور عليه ولقيته الاول كمان، وبعدين قعدوا سوا وفضل يحكي لها عن لورانج وقد ايه هو اخ جميل وساعده كتير وانه مثله الاعلى، وان علاقتهم بايظه بسبب اهلهم وانهم بيفرقوا بينهم في المعامله، وقال لها كمان انه مبسوط لاخوه انه لقى صحاب حلوين زيهم كده، وقال لها انه بيتمنى علاقتهم ترجع زي زمان هو واخوه. وانتوا طبعا بنتنا زيزي ما بيتبلش في بقها فوله، اول ما اخوه رجع البيت بالسلامه كلمت لورانج وحكت له كل اللي دار بينها وبين اخوه وانه بيحبه قوي. وتاني يوم اكتشف لورانج ان اخوه نسي رقم جلوسه اللي ما ينفعش يحضر الامتحان من غيره، فركب تاكسي بسرعه علشان يلحقه بس السكه كانت زحمه، وعلشان ابننا رياضي خدها جري لحد المدرسه وما هموش الحر والرطوبه، وراح ادى لاخوه واداله كمان مصاصه زي ما كان بيعمل معاه وهو اصغر. وبعدها انشغلت الشله في التحاضير لعيد ميلاد زيزي اللي ما كانتش مبسوطه قوي بيه لان لورانج هيرجع بلده بعديه على طول، بس جيا قالت لها بلاش كآبه وعيش اللحظه ونعيط بعدين. وهما بيشتروا ليها الهدايا شافت جيا انسيال عجبها قوي، بس لما بصت على تمنه قالت لا انا الدكتور مانعني من الحاجات دي، لكن طبعا جوران حب يعمل فيها مفيش منه 2 وراح اشترى الانسيال وقال لها انه خده فور فري مع هديه زيزي. لكن جيا مش عبيطه وفهمت شويه تصرفاته الغريبه فسالته لو كان بيحبها، قال لها انت اساسا مش نوعي المفضل، وطبعا كلنا عارفين ان اي حد يقول الجمله دي كداب معروفه يعني. وتاني يوم كانوا المفروض يخلصوا مدرسه ويطلعوا يحتفلوا بعيد ميلاد زيزي، لكن مستر لين طلب منها تقعد معاه تساعده في حاجات وطبعا ما عرفتش تقول له لا لحد ما الدنيا ليلت عليهم والوقت اتاخر، فكلمتها جيا وقالت نحتفل بكره احسن وتصبحي على خير. بس كل اللي حصل ده كان خطه بينهم وبين مستر لين علشان يلحقوا يجهزوا لزيزي عيد ميلاد جميل، وفاجئوها واحتفلوا كلهم واتمنت زيزي امنيتين، الاولى ان هما يفضلوا مبسوطين، والتانيه ما قالتش لحد عليها. ولما رجعت بيتها كلمها لورانج وقال لها انه مستنيها تحت العماره، فنزلت له جري تشوفه جاي ليه، فلقيته اشترى لها كاميرا هديه عيد ميلادها، ووعدوا بعض انه مش هيطول عليها ويرجع بسرعه. ولما راحوا المدرسه لقوا العيال واقفين طوابير مستنيين دورهم في يوم التصوير السنوي، بس الكمبيوتر اللي بتطلع عليه الصور حصل فيه عطل وقال لهم هيتاخروا شويه. راح جوران جينيوس المدرسه قال لهم انا هصلح الكمبيوتر، وفعلا صلحه بسرعه والكل انبهر بيه. فالفوتوغرافر خده هو وشلته وصورهم اول ناس، وكمان صورهم صوره جماعيه للذكرى. وقبل لورانج ما يسافر هما الاتنين خدوا صور بعض يحتفظوا بيها يعني، والتاني مره وعدها انه هيرجع بسرعه ويقضوا تالت شتا ليهم مع بعض. وفعلا فضلت زيزي على تواصل معاه، وكانت بتنقله كل جديد بيحصل في المدرسه وفي حياتها. اما جيا فكانت محبطه قوي وشايفه انها ما عندهاش احلام. زيزي عايزه تبقى مترجمه، وفانج عايز يبقى محاسب، وجوران عايز يطلع دكتور زي اهله، وهي ما فكرتش عايزه تطلع ايه. فكالعاده يعني جوران وقف جنبها وقال لها مش ضروري تلاقي حلمك بدري، وحاول يواسيها، بس هي ما كانش فيها حيل تتكلم معاه وقفلت على الموضوع لحد ما تشوف هي عايزه تعمل ايه. ولما كانت خارجه من المدرسه شافت واحد شكله حرامي داخل المدرسه، بس قال لها انه ولي امر، فنادت الامن وقالت لهم عنه وسابتهم يتصرفوا معاه ومشيت. ولكن وهي خارجه قابلت جوران اللي كان واقف مستنيها مخصوص، وهما في الطريق للبيت قالت انها شجاعه وفيها مميزات كتير ممكن منها تلاقي حلمها. فلما روحت بيتها حست انها ممكن جدا تكون مراسله ناجحه، شكل كده تاثير جوران عالي جدا. اما زيزي فراحت مدرسه لورانج بعد ما كانت في انترفيو في جامعه جنبها، فقالت بالمره تروح تتصور لها صورتين هناك وتقول له انها كانت في مدرسته يوم الاجازه، بس ابننا عرف من جوران وراح جري على هناك ولحقها، وقعدوا يتكلموا سوا عن الجامعات. وقالت له انها بتحاول تدخل الجامعه اللي هو هيدخلها، ولكن درجاتها في الماس ممكن ما تساعدهاش، فبتجرب في كذا جامعه تانيه علشان يعني ما يفكرهاش تخلت عنه ولا حاجه ويتقمص. بس احنا عارفين طبعا ان حبيبنا لورانج مش قموصه ومتفهم. وفي اخر يوم امتحانات احتفلوا كلهم في حوش المدرسه، ولورانج عمل لهم مفاجاه وجه هو كمان علشان ما ينفعش يقضي يوم زي ده من غيرهم. وبعد كده خدهم فانج على كانتين جدته، بس ما لقوهاش هناك لحد ما قابلهم واحد وقال لفانج ان جدته اغمى عليها ونقلوها المستشفى، فجريوا كلهم على هناك. ولحسن الحظ كانت المستشفى اللي بتشتغل فيها ام جوران، وعملت لجدته عمليه خطيره، وفضل فانج بايت معاها طول الليل لحد ما باقي الشله جم الصبح بدري وراحوا يجيبوا اكل الفانج، وخلص جوران حسابات المستشفى. اما جده فانج فاعتذرت انها ما عرفتش تحضر حفله التخرج اللي بيحصل مره في العمر، وكانت زعلانه انها نكدت عليه في يوم زي ده، بس فانج قال لها انه لسه في ايام تانيه حلوه كتير هيقضوها سوا، وصحتك بالدنيا يا تيتا. وفي يوم تاني بقى استعدت زيزي لأول ديت ليها مع لورانج في سوق الصيف، وكانت مخططة تعترف له بحبها، ومشيت على دليل جيا لشاطئ الأمارات، بس ولا خطة جابت نتيجة. وكل ما تحاول زيزي تغير ضحكتها ولا ترفع صوتها بيبان شكلها عبيط والدنيا تبوظ. حتى لما راحوا للدجال الوهمي قريب جيا من بعيد باظت الدنيا أكتر ما هي بايظة، وفهموا إنه ما بيفهمش حاجة. وفي اللحظة دي قررت جيا اللي كانت بتراقبهم إن هي تسيب علاقتهم دي للقدر بقى، علشان انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للسماء. ووقتها شافت جوران في المكان صدفه، وكانت معاه بنت صاحبه امه باين انها معجبه بيه، فجوران حب يخلع بشياكه وقال لها انه بيحب جيا وخدها من ايديها ومشي. وبعدين شكرها انها سيرته في التمثيليه، واكيد كلنا عارفين انها مش تمثيليه، بالذات ان زيزي قبل كده سالت جيا عن اللي كان معاها اخر مره قلبها دق فيها، فما جاش بالها غير صوره جوران بس، قفلت على الموضوع علشان الجو مش ناقص توتر. وفي السوق خدته جيا للدجال قريبها وقال لهم ان هم مكتوبين لبعض، لكن بنتنا اتوترت وسابت القعده ومشيت لصحابها التانيين، وقعدوا يتكلموا عن الصداقه لما بتتحول لحب. وهنا سمعها جوران بتقول انها خايفه ترتبط بحد من صحابها لا الموضوع يبوظ وتخسر صداقتهم. اما زيزي ولورانج فكانوا قاعدين بيلعبوا وهم مستنيين الفاير وورك، وفجاه في نص اللعبه كده لورانج بوظ خطه زيزي خالص واعترف لها بحبه الاول. واخيرا كده بعد 3 سنين مسكوا ايدين بعض وهم مروحين، الف مبروك فرحت لهم. ويوم ظهور النتيجه نجحت زيزي وجابت مجموع عالي قوي دخلها الجامعه اللي هي عايزاها، وبعتت لورانج تقول له بس ما ردش عليها، فافتكرته جاب ملحق ولا حاجه، بس هو طلع مستنيها تحت البيت وفاجئها ان هو كمان هيدخل نفس الجامعه وهيعيشوا في سكن الطلاب 4 سنين بحالهم سوا. ومن ساعتها والاتنين ماشيين يحبوا على نفسهم، وقرروا يروحوا يخيموا مع بعض في جو رومانسي جميل. بس جوران هادم الملذات قابلهم في محطه القطر بعد ما شاف لورانج بيلم حاجته وشبت فيه، لا وكمان عزم جيا وفانج، بس جيا بنت حلال وجت مخصوص علشان تبعده عن ليلى مراد وانور وجدي بتوعنا. فعلا فضلت جيا تبعد جرانا عنهم علشان ما يزعجهمش، وخدته يصلح لها لمبة الخيمة، وهناك قال لها انه هيسافر يدرس بره، وهي طبعا زعلت ووشها قلب، وشكلها كده حست انها تخسر حد مهم في حياتها. وفي وسط الاجواء الكئيبة دي دخل عليهم فانج بيجري ويصوت ويقول انه شاف كيان براسين، راس راجل وراس ست حاضنين بعض، وقعد يوصف هدومهم، وفجأة لقى قدامه زيزي ولورانج بنفس المواصفات، ففهم ان هم ارتبطوا، وخدوا هو وجران يعملوا له تحقيق مغلق، وحبيتها امتى وفين والساعة كام واحنا كنا فين والفرح امتى كمان. وبعد فترة بسيطة وصل لجيا جواب من جران بيودعها فيه، وبيقول لها انه في المطار ومسافر يشوف حياته ومستقبله، واتمنى ان هي وباقي صحابه يكونوا كويسين ومبسوطين. وقفلت الجواب وهي غرقانة في دموعها من كتر ما هيوحشها. اما ولادنا التانيين زيزي ولورانج وصلوا للمدينة الجامعية، وزيزي ما كانتش عارفة طريق عمارتها، فساعدها ولد من بتوع اتحاد الطلبه، وكان شكله يعني بيحاول يلطف، انتوا عارفينهم يعني، وقال لها عندك الشنطه يا انسه، وانا من واقعي هذا بقول له ما يحطش امل عليها قوي. دخلت اوضتها واتعرفت على زمايلها في الاوضه، وكان لورانج عمل نفس الكلام قبل ما يلاقيها نطاله تحت البلكونه تسلم عليه. وفي نفس اليوم بالليل اتقابلوا واتعشوا سوا، وانتهزت زيزي فرصه انهم بيتصوروا وبسته من خده فجاه، فهو تقريبا حس ان هو بطيء بالنسبه لها، ومش معقوله يعني زيزي تاخد كل الخطوات يعني، فراح استغل هو كمان الفرصه وقرب لها. وتاني يوم في التدريب العسكري حاول الولد بتاع اتحاد الطلبه يستخف دمه تاني، لكن زيزي صدته بشياكه وما حبتش تاخد وتدي معاه في الكلام. ولما رجعت اوضتها لقت لورانج حديث الساعه على موقع الجامعه، وكل البنات عايزه تعرف مين القمر الجديد ده، بما فيهم زميلتها في الاوضه، ومهما حاولت تقول لهم انه حبيبها ما كانوش مركزين معاها خالص، فقالت تعمل فيهم مقلب وتراهنت معاهم ان هي تشقط لورانج. وفعلا شافوا ده بعينهم وافتكروهم بيتعرفوا على بعض لاول مره، لحد ما اتنين زمايلهم كانوا مع بعض في السوبر ماركت وشافوهم سوا، فحكت زيزي للبنات على كل حاجه من يوم ما شافت لورانج، وهو كمان حكى لاصحابه الولاد عن علاقتهم. وبعد كده انضمت زيزي لنادي الاعلام، وطلع رئيسه الواد ليان بتاع الاتحاد، وما اقولكوش على اللزقه بقى. وهي مروحه بالليل راح وراها وكان عايز يعزمها على العشاء، بس هي رفضت وقالت له لما نتجمع كلنا. ما هي بنتنا مش بتاكل مع شباب غرب لوحدها، بس هو شكله كده عنيد ومش هيخلع بسهوله. وبعدها بيوم لما كانت بتتغدى مع لورانج طلبت منه يروح يحجز لها كرسي في المحاضره علشان عندها ندوه مهمه، بس للاسف الدنيا كانت زحمه وما لحقتش توصل في الميعاد. فلما الدكتور نده اسمها رفع لورانج ايده علشان يداري عليها، حتى لو كان هيتقال عليه ان اسمه اسم بنت، بس اللي ما كانش متوقعه انه يلاقي ايد تانيه مرفوعه وهي ايد ليان اللزقه. وطبعا الدكتور فهم ان في مثلث حب في المحاضره، وشكلها كده سنه جميله عليهم كلهم. وبعد المحاضره خرج لورانج لقاها واقفه مع ليان، فناداها وهو محموق قوي وقال لها ان الواد ده لو ما كانش نطق كان الموضوع عدى. فبنتنا كالعاده استغلت الفرصه وطلعت منه الكلام، وخلته يعترف انه غيران عليها وخايف حد يجي يخطفها منه، وهيطلع عليه سنين الابتسامات والنظرات بتاعه المدرسه. وعلشان ترد له جميل المحاضره اللي حضرها ليها راحت تحضر معاه البرزنتيشن بتاعه، بما انه كده كده كانت رايحه تديله فلاشتها لانه محتاجها. وبعد ما خلص هو وزمايله اشتغل فيديو تاني من على الفلاشه اوتوماتيك كده لوحده، وكان فيديو ليهم هما الاتنين سوا، وكله فراشات ورفرفه وحاجات كده مالناش دعوه بيها، وكل الموجودين كانوا مبسوطين كانهم بيتفرجوا على فيلم رومانسي، الا زيزي كانت رقبتها قد السمسمه ومشيت في الشارع تصوت على الفضيحه اللي اتفضحتها، وان خلاص الجامعه كلها عرفت انهم سوا. بس هو قال لها انها كانت لطيفه خالص، وانه دلوقتي بقى يحبها اكتر من الاول، والمره الجايه هيكون الدور عليه وهيعترف لها بحبه قدام الناس كلها. وفي يوم زيزي ما عرفتش تخرج من صحبتها، وقالت لهم ان عندها تجمع مع النادي، فواحده منهم قالت لها ان ليان بعت معاها دواء لما عرف ان زيزي زورها وجعها وان شكله مهتم قوي وطيب خالص. فزيزي فهمت ان الموضوع مش مجرد زماله، وهو يعني مش ابن خالتها عشان يجيب لها دواء. وفعلا لما راحت التجمع لاحظت اهتمامه الزايد وما كانتش مرتاحه لتصرفاته، وبعد التجمع طلب يوصلها، فقالت له انها مستنيه صاحبها وانه جاي ياخدها، فقال لها خلاص هستناه معاكي علشان ما تقفيش لوحدك. فهي حبت تجيبها على بلاطه وقالت له انه حبيبها وحبها الاول وان شاء الله الاخير، فقال لها يا بخته يا ستي، وخد خيبته معاه ومشي. وبعدين حكت زيزي اللي دار بينها وبينه، وقالت له انها كانت بتكلمه عن حبيبها القمر الجميل اللي فضلت تحبه سنين كتير قوي، فانتوا عارفين ابننا قلبه رهيف وما استحملش الكلمتين، فقرر يعمل فعل فاضح في الطريق العام. وزي ما في لازقه لزيزي في كمان لازقه لورانج، وكانت واحده زميلته المفروض تحضر معاه لحفله راس السنه، بس هو كان دايما حاطط حدود، لحد ما في مره زيزي كانت رايحه له وكان لسه مشغول مع البنت، فاقتحمت القعده واثبتت وجودها، والبنت قامت ومشيت. وفي اوضه زيزي حاولوا زميلاتها يخبوا عليها صوره نزلت على اكونت شو زميله لورانج، ولما زيزي شافتها لقيتها صوره لشو لورانج لوحدهم، علشان كده صحابها قلقوا وما حبوش يقولوا لها، بس بنتنا ناضجه وقالت لهم ان الصوره دي معمل لها كروب، وورتهم الصوره الاصليه، وقعدوا كلهم يفكروا ليه شو ممكن تعمل حركه زي دي وعايزه منها ايه. بس تسمحوا لي اقول لكم ان الخبز ملوش كتالوج، والانسه نشرت صور تانية معاه، ودي بقى ما سكتتش عليها زيزي وراحت قايله لها مالكيش دعوه بحبيبي وامسحي كل الصور، ولكن هي برضه ما سكتتش وقعدت عامله زعلانه قدام لورانج، وبعتت له صحابها يحكوا له على اللي زيزي قالته وان ما يصحش تقول لها تمسح الصور، بس حبيبنا جامد وقال لها زيزي تعمل اللي هي عايزاه. بعد كده قابلته شو واعتذرت له عن اللي قالته صاحبتها وان هي هتمسح الصور لو هو عايز كده، بس كالعاده اقتحمت زيزي الحوار وقفشت في دراعه لحد ما طفشت شو، وكانت متعصبه قوي ان لورانج ضحكته من الودن للودن بسبب غيرتها كده، وقالت له يلبس ماسك علشان جماله وعمل لها مشاكل في الجامعه، بس هو عوضها عن كل اللي حصل وحط صورتها للاكونت بتاعه واللي ما كانش يعرف انها حبيبته عرف. ولما جت اجازه الشتاء رجعوا الاثنين سوا بلدهم ووصلها لورانج لحد بيتها، وكانت زيزي متحمسه تقول لاهلها عن علاقتهم، وعرفت منه كمان انه قال لمستر لين عن علاقتهم ورحب بيها قوي. وبالصدفه البحته كان باباها ومامتها معديين من تحت البيت وشافوا ولد وبنت حاضنين بعض، وقعدوا يقولوا من شباب اليومين دول فين اهاليهم دول، لحد ما ادركوا المصيبه وعرفوا انها بنتهم اللي بتتحضن. بس الصدمه دي ما استمرتش كتير لما شافوا لورانج، وبدل ما كانوا قلبين عليه قالوا له اتفضل يا حبيبي اتعشى معانا، ده انت في مقام جوز بنتنا يعني. وتاني يوم راحوا يزوروا مستر لين اللي شكرها على وجودها في حياه ابن اخته وانه بقى ولد فرفوش من ساعه ما عرفها، وعدت سنين الدراسه وهم لسه سوا وبيقضوا الاجازه مع بعض كل سنه. وعرفنا كمان ان الشله كلها بخير وناجحين في مجالاتهم، وفي يوم التخرج بنعرف ان زيزي ولورانج هيأجروا بيت قريب لشغلهم يعيشوا فيه سوا، وكعادة لورانج مش بيفوت أي حفلة تخرج من غير ما يجيب معاه بوكيه ورد جميل، وفضل الكابل بتاعنا حديث الجامعة. وبعدها راحوا سوا البيت اللي أجروه وكان لورانج ظبط فيه كل حاجة وعجب زيزي قوي، وبعد كده كلمهم جيران فيديو كول وقال لهم إنه جاي قريب وهيرجعوا يتجمعوا من تاني. ولما كلهم قفلوا وما بقاش فاضل غيره هو وجيا، عرفت منه إنه هيستقر في الصين على طول ومش هيسافر من تاني، فقالت له إنهم كده هيشوفوا بعض أكتر، وكان باين عليها إنه وحشها قوي. بس بعدها قفلت معاه وكملت وقوف مع باقي الصحفيين في البرد وهم مستنيين الضيف اللي هيعملوا معاه اللقاء، بس في الوقت ده كان وصل لها كوفيه من مجهول، وطبعا المجهول ده كان جيران اللي عمل كده لما عرف انها واقفه في البرد. وبعد كام يوم كان وصل جيران وراحوا يحتفلوا برجوعه بصاله كاريوكي، وشربت زيزي قد كده وروحت البيت على ظهر حبيبها. وعلشان بنتنا بقت ناجحه في شغلها سافرت سفريه تبع الشغل بره المدينه، بس مديرها كان واخد متحرش وبوظ لها اليوم خالص، وفضلت تتجنبه وما اتعشتش. ولما حست انها مظلومه وزعلانه وجعانه والدنيا جايه عليها كلمت لورانج يطمنها ويقويها، وابننا بصراحه ما قصرش خالص وكمان كان عايز يسافر لها، بس هي قالت له مفيش داعي لكل ده وانها راجعه بكره. وهي قاعده في محطه الاتوبيس تايهه كده ومش عارفه تروح فين، جات لها رساله من المشرف بتاعها بيقول لها فيها انها كان لازم تجاري الراجل وما تعملش مشاكل، فكانت خلاص هتجيب اخرها لولا انها لقيت لورانج قدامها، وساعتها حضنته وطلعت كل العياط اللي كانت كاتماه. وفي يوم كان مع جيران دعوتين لمطعم جديد فاتصل بجيه تروح معاه، بس هي قالت له انها مشغوله، فكلم الرجاله وراحوا معاه بدل ما يروح بائس لوحده. وهناك لقى جيه رايحه تقابل واحد في نفس المطعم وعينه ما نزلتش من عليها، فلورانج قال له انه مفضوح قوي ويا ريته يعترف لها بحبه ونخلص، بس هو خايف يعمل ده لا يخسر صداقتها، وبالذات ان هو مش من ستايل الولاد اللي هي بتحبهم. بس فجأة رجع في كلامه وقال انه لازم يعترف لها ويخلص، بس فعلا الموضوع محتاج ترتيب وروقان. وفي حفله تجمع الدفعه اتقابلوا جيران وجيه، وكان في ولد عينه منها ورقص معاها، وده منظر جيران ما استحملهوش قوي وطلع بره المكان يشم هوا قبل ما يرتكب جريمه. بس بالصدفه قابلته صاحبه جيه وقالت له ان هي كمان بتحبه بقالها سنين ولكن خايفه تخسره، وهو كانه ما صدق يسمع الكلمتين دول وجري عليها يعترف لها ويقرا لها الجواب اللي كتبه ليها من سنين، وان حبها خلى الدنيا ظهور على طول وشموع على طول في حياته. فهي كمان اعترفت له وانتهى اليوم نهايه سعيده جدا. اما لورانج فنفذ وعده لزيزي واتكلم عنها قدام الناس كلها في العرض بتاعه، وقال انها فضلت معاه على الحلوه والمره. وبعد ما خلصوا وداها لورانج بيتهم الجديد اللي اشتراه، وقفل النور وشغل شاشه فيها فيديوهات مجمعه كان مصورها من وهما في المدرسه لحد اخر فيديو عمله الصبح، وقال فيه انه هيطلب ايديها وفعلا عمل كده واداها خاتم، والفرحه ما كانتش سايعاها. وبعد تحضيرات كتير اخيرا جوزنا ولادنا زيزي ولورانج، وكان فرحهم جميل ومبهج وكله رقص وغنى باستثناء جيه اللي عملت فيها ام العروسه وما بطلتش عياط طول المسلسل. وبكده تكون انتهت حكايتنا بنهايه سعيده ومبهجه، ويا رب تكونوا اتبسطتوا بملخص النهارده. قولوا لنا رايكم في الكومنتس، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل ملخصاتنا الجديده.